طيب في هذا الجزء احنا بدنا نتناول لموضوع اللي بنسميه الانتروبي وكمان الانفورميشن جين. هذول مفهومين مهمات جدا. على فكره هم مفهومات ان جنرال, مهمات ان جنرال في عالم الماشين ليرنينج, بس كمان مهمات للديسيجن تري لانه هو بيشتغل بناء عليه. يعني خلينا نقول هاي الثيوري تبعات الديسيجن تري. السؤال انه يا عمي هاي إن احنا عندنا هاي يعني جينا نقسم, طب انا اقسم ليش؟ انا بلشت اقسم على الاوتلوك, ليه ما ابلش اقسم على الويند؟ بناء على ايش انا ابلش اقسم؟ على اني فيتشر ابلش اقسم اول؟ لان اذا بلشت في الويند تطلع تري ثاني غير عن اني ابلش في الاوتلوك. بناء على ايش اقسم؟ بناء على ايش اقسم؟ على بناء على مفهومين, المفهوم الاول الانتروبي والمفهوم الثاني الانفورميشن جين. طب شو الانتروبي وشو الانفورميشن؟ اوكي, هلا وات ات مينز تو بي تو ميجر بيوريتي. احنا بدنا بالاخر احنا بعنينا البيوريتي. اهم شيء يعني انه انا اعمل تقسيمتي تطلع بيور بيور يعني افيشنتلي, يعني انه انا بدون ما اقص ممكن تطلع الشجره كثير كبيره وممكن تطلع اصغر في اذا حسب الفيتشرز اللي بستعملها. فانا كيف بدي احكم؟ هلا احنا طبعا البيوريتي زي ما قلنا انه يطلع عندي واحده من هذول صفر, يعني الترو او الفورس عشان تطلع بيوريتي. هلا احنا بنعرف انه هاي بيور صح, لانها 4 على 0, طبعا 0 على 4 برضه بيور. هلا هاي قديش البيوريتي تبعتها؟ 3 و 3 يعني 3 يس و 3 نو, هاي بنسميها 50% بيور. اذا في 50% بيور, في 70% بيور, في 100% بيور الى اخره. فاحنا عندنا البيوريتي اذا كانت صفر, واحد منهم صفر والثاني ان لعدد, او ان مع الصفر, هذول بنسميهم بيور. واذا كانوا بالنص مثلا 3 3 بيطلع البيوريتي 50%. هلا الانتروبي لها معادله, هاي معادلتها بدون ما ادخل بتفاصيلها عشان احسن. الانتروبي اللي هي بتقيس لي هاو ماتش ذا داتا, هاو ماتش الداتا بيور او مش بيور, ام بيور. طبعا اذا كانت باينري كلاسيفيكيشن يعني تو فاليوز هون, هذا هاي اذا كان عندنا بس يس نو او ترو او فورس. بس ممكن يكون عندي زي ما حكيت قبل, ممكن يكون عندي ثلاث او اربع او 20 كلاس كاتيجوريز من الفاليوز, مش مهم. شو بتقول هاي؟ بتقول ناقص الماينس يعني لا اوبس كلاس, هاي عدد الياس لوج 2 لوج الياء عدد الياس للاساس 2. خلينا ناخذ هون تحت في مثال, يعني لما تبقى 3 و3 قديش البيوريتي عندي؟ قديش تكون عندي البيوريتي؟ 50% 3 و3 ما حد ما نقيسها بالبيتس احنا هلا, بالبيتس واحد. هلا كيف بتكون؟ بنقول 3 على 6, 3 على 6 هذول الياس, وعلى فكره و3 على 6 تعون النو. انتبهوا هاي الاشاره زائد هاي للياس وهاي للنو للنو. هلا انا عندي اذا ناقص 3 على 6 بعدين لوج 3 على 6 للاساس 2, شايفين هاي ناقص برضو بما انها برضو هاي 3 لوج 3 على 6
ثلاث على ستة ضرب لوج ثلاث على ستة للأساس اثنين وتساوي واحد اللي هي تطلع وتساوي واحد هون. هلا إذا كانت بيور كلهم أربعة مثلا وصفر تطلع أربعة على أربعة، شيل أربعة هاي اللي هي مجموعهم اللي هي هاي زائد هاي، فبنأخذ الأولى أربعة على مجموعهم كلهم يعني ناقص أربعة على أربعة اللي هي واحد، وهون أربعة على أربعة اللي واحد يعني بتطلع ناقص لوج الواحد للأساس اثنين ناقص هاي صفر على أربعة يعني الصفر بيطلع الصفر قلنا صفر على صفر ضرب لوج الصفر للأساس اثنين بيطلع صفر. هاي طريقة حساب البيوريتي يعني طريقة حساب الأندرو بس. فأنا عندي طبعا ممكن يكون كلنا هذول برمز لليس ولا النو، وأنا كمان شوي بورجيكم أنه ممكن يكون أكثر من اليس والنو يعني أكثر من فأنا بيطلع عندي شايفين هون لما بكون كلهم ناقص أو كلهم زائد تطلع ل بيطلع نفس الشيء البيوريتي. هون إذا بكونوا بالضبط نصهم زائد ونصهم ناقص، وهون إذا كانوا مثلا ثلثين وثلث إلى آخر. طيب هلا الأنتروبي بتقيس البيوريتي عند نقطة معينة، عند إيش؟ عند يعني أرجع كمان البيوريتي نحسبها لمين؟ لنود. نحسب البيوريتي لنود، بس البيوريتي ما بتقول لي أقسم على هاي أقسم باستخدام الأوتلوك ولا أستخدم ولا باستخدام الوين. أنا بحاجة إني أطلع على البيوريتي لما بقسم أطلع على البيوريتي أو الأنتروبي تبعت أولاده تبعت تشيلدرن تبعت أولاده، فأنا بحاجة إلى متر ثاني مقاس ثاني بتطلع لي على البراج أو على أول ليفل في البراج، بقول لي إذا أنا قسمت على أوتلوك شو بربح شو بخسر. فبستخدم الانفورميشن جين. الانفورميشن جين شو هو؟ الانفورميشن جين اللي هو بيستعمل الأنتروبي. الانفورميشن الأنتروبي قلنا it measures the purity at each node لحالها. الانفورميشن جين طبعا بستخدم الانتروبي to look at all nodes together وبشوف قديش احنا بنخسر او بنربح في الانتروبي اذا بنقسم على هاي البراج. هلا اذا الانفورميشن جين هو شو بيساوي؟ بيقول الانتروبي تبعت اس أسي نود معين يعني أو البرانش هذا يعني هاي النود واللي تحتها الأنتروبي تبعت أس الأبو ناقص مجموع إيش مجموع اللوز اللي بخسره من الأنتروبيز اللي تحت لأولادها. هلا بفسرها هلا بنعطيك إياها يعني إذا بدنا إحنا نتطلع في عنا إحنا بيكون برانش معين وفي تحته أولاده، فعشان أحسب لكل الانفورميشن جين إذا قسمت على هذا البرانش بقول الأنتروبي تبعت هاي النود ناقص مجموع إيش مجموع الخسارة اللي بخسرها بالأنتروبيز تبعات هذول. نشوف بمثال هاي عندي الأنتروبي تبعات الويند عندنا هون 5 و9 كديش الأنتروبي 94% الأنتروبي عند الويك طلعت 81 والأنتروبي تبعت سترونج طلعت 1. هلا كديش الانفورميشن جين عند اذا بدي احسب انا مين لمين الانفورميشن جين لهذا البراج كديش الانفورميشن جين بيساوي 94% هاي ناقص هذول
اللي هن انتبهوا الانتروبي تبعت كل نود هاي ال 81 وهاي الواحد بس بضربها بإشي. هذا الإشي شو هو اللي هن هذول الكيمتين اللي هي عمليا شيء هاي شيء هاي تساوي طلعوا 8 على 14. شو هم ال 14؟ ال 14 كل اللي في هذا البرانش مجموعة، يعني هاي 8 على العدد الكلي اللي هو عدد اللي هم هذول ضرب الانتروبي هاي ال 81 ناقص 6 على 14 لان هذول مجموعهم 6 على 14 تطلع الانفورميشن جين قديش عندي 48 بالالف. هاي الانفورميشن جين لمين صارت؟ للويند. هاي الانفورميشن جين اذا انا قسمت على الويند. هلا انا لما بدي اقرر اني اقسم على الهيوميديتي ولا على الاوتلوك ولا على الويند لازم اروح احسب الانفورميشن جين لكل واحد منهم واكثر وحده هي اللي بقسمها اكثر وحده هي اللي بستعمل هي اللي بقسمها اول. هلا اذا بدنا نتطلع الهيوميديتي قلنا الهيوميديتي بيطلع عند الهيوميديتي قديش الانفورميشن جين. هلا انا بدي اعطيكم مثال نحله مع بعض. هاي طلعوا الانفورميشن جين هون هيو الهيوميديتي وهاي لا الاوتلوك وهاي لا الويند. أنا اللي بقسم عليه هلا يعني أنا ثاني أقسم ملاحظين هاي أقسم أول شيء على الأوتلوك ولا على الهيوميديتي ولا على الويند بتطلع أنا أعلى إنفورميشن جين أعلى إنفورميشن جين من جامل الأوتلوك بروح أقسم عليه هاي الإنفورميشن جين تبع الأوتلوك فبروح أول شيء بقسم على إيش هاي بعدين قسمنا على الاوتلوك. هلا جينا وبدنا هاي مش بيور بدنا كمان نقسم على ابنها. انا برجع للسلايدات وللارقام وللحسابات اخر شوي بس خليني اعطي النظره العام. فانا هلا بعد ما قسمت يعني اول مره في اول ليفل اخترت هلا مين الاوتلوك. طيب بس بعدين انا هلا بدي في برانش هاد مش بيور بدي اقسم قدامي طريق قدامي تو فيتشرز اقسم عليهم يا الهيوميديتي يا الويند برد احسب لهم الانفورميشن جين. الانفورميشن جين هون قد ايه؟ 97% وهون 12 بالالف او ناقص 12 بالالف. اذا انا اللي بقسم عليه الهيوميديتي فقسمت على مين؟ على الهيوميديتي. طيب نيجي لهون هلا بدي اجي اقسم لانها مش بيور بدي اقسم اللي بحسب الانفورميشن جين عندي طريقين يعني يا للهيوميديتي يا للويند. فبحكس هون للانفورميشن جين هاي هالكد وهاي هالكد انا اللي بقسم عليها اكيد واضح انها هاي اعلى فبروح اقسم عليها خلص صاروا كلهم بيور في هاي بيور وهاي بيور وهاي بيور خلصت. اذا هاي طريق اذا انا بقسم على باستخدام الانفورميشن جين. هلا نيجي ندخل إذا بدنا نتدرب على طريقة الحسابات تبعتها عشان أنا رجعت بالسلايدات هاي في سلايد 20 عشان أحسب كيف طلعت هذا الرقم. عشان أطلع هذا الرقم اللي هو هيو هون اللي هو الانفورميشن جين تاع الهيوميديتي أنا لازم أحسب الانتروبي لأولادها إلها ولأولادها على فكرة إلها يعني لازم أحسب هذا الرقم قبل ما أحسب الانفورميشن جين وأحسب هذا الرقم وأحسب هذا الرقم. هلا أول نأخذ أول واحد كيف حسبناه طلع 94% ولا أبسط منها قلنا حكينا ناقص 9 على 14 هاي 9 على
14 مجموعهم 14 ناقص 9 على 14 ضرب لوج هاي الانتروبي ناقص لوج 9 على 14 على اساس 2 ناقص 5 على 14 بحسبها بتطلع 94%. طيب لو بدي احسب الانتروبي للهاي، الانتروبي للهاي ايش بدها تبكى؟ 3 على مجموعهم 7 يعني ناقص 3 على 7 ضرب لوج 3 على 7 للاساس 2 ناقص 4 على 7 ضرب لوج 4 على 7 للاساس 2 وتساوي 98%. ونفس الشيء بحسب للنورمال لهاي هاي. بعدين باجي بقول هاي خلصت، هذول طلع عندي الانفورميشن الانتروبي، الانتروبي للنودز لكل نود. احنا قلنا الانتروبي بتقيس الديوريتي عند النود لحاله، بس انا بدي اقيس الانفورميشن جين اذا قسمت على هيوميديتي، يعني بدي اقيس بمعنى اخر لكل البرانش الانفورميشن جين. هلا فشو بقول؟ بنقول الانتروبي تبعت الابو اللي هي 94% ناقص قديش هاي اللي هي 7 7 مجموع هذول قديش 7 على مجموع الكل في البرانش اللي هو 14 هاي 7 على 14 ضرب الانتروبي تبعتها هاي الانتروبي تبعتها ناقص برضو 7 على 14 هذول 7 لانهم برضو 7 على 14 ضرب هاي بتطلع 151. هيك احنا بنحسب الانفورميشن جين لكل نود. هاي كمان مثال ممكن كل واحد يسويه نفس الحسابات، ما في شيء معين نفس الحسابات. وهاي كنا للبرانش اللي هي بتطلع للبرانش الويند. وبعدين فاحنا هلا بنقول بما انه الاتريبيوت وذ لارجست انفورميشن جين هذا نختاره للقسم. طيب وكمان مره انا اذا بدي احسب بعد لما اروح للليفل اللي بعده زي ما حكينا قبل شويه برضه بحاجه احسب الانفورميشن جين لكل واحده منهن هايهن والثنتين وبتختار اعلى واحده بتطلع على واحد الوين وبروح انا بقسم عليها وبعدين برجع على الجانب الثاني لانه مش بيور سو اي كيب ديفايدنج مش بنقول احنا ديفايد اند كونكر وي كيب سبليتنج انتل ذير از نو انتل ايفريثينج از بيور. فهاي الانفورميشن جين هالكاد وهاي الانفورميشن جين هالكاد وبالتالي بختار هاي اعلى واحده وبعدين هيك وبعدين انا بقول خلص. بما اني خلصت خلص هلا بطلع بسميها الديزيشن رول وبعدين بستعمل الديزيشن رول جوا برنامج. هلا ممكن واحد يسال بقول لي يا استاذ انت هون بدي ارجع شوي صغيري دكتور خليني بس مش حابه اقاطعك بس خلصت المحاضره بس اجاوب على سؤال صغير انه ليش انا شايفين هون ليش ما قسمتش على دي واحد على رقم الدي تخيلوا لو اقسم عليه بيطلع كل شيء بيور من اول شيء. ففي بعض في بعض الفيتشرز ما بقدر انا اقسم عليها يعني what happened if دي اذا الدي as a feature was selected وعملنا سبليت عليه بيطلعوا بيور من اول لحظه. يعني انت دخلت بالرو نمبر في الداتا تبعك دخلته انك تستخدمه بطول الالجوريثم بيستخدمه يعمل منه سبليت. فهان طبعا انفورميشن جين بنقول tends to favor attributes with lots of values. طبعا هاي مش موضوعنا هون بس على الاقل بدي اقول ما بندخلها في ما بندخلها في عمليه الماشين ليرنينج. يعني احنا بنختار يعني لها حل فني بس عمليا ما ممكن ما تقول ما بختار هاي القيمه انا اصلا
أدخلها على الماشين ليرنينج. إذا في حد عنده أي سؤال